أين هم الآن؟ 11 لاعبا مغاربة كتبوا التاريخ في كأس العالم 2022 ولن يلعبوا في كأس إفريقيا للأمم. يدخل المغرب وهو المرشح الأول لنيل كأس إفريقيا 2024 بعد وصول لنصف نهائي كأس العالم 2022 كأفضل إنجاز تاريخي العرب وإفريقيا، ولكن هناك 11 لاعبا ممن كتب هذا الإنجاز ولن يوجدوا في الكان، فأين هم الآن؟ إلياس شاعر لم يكن أساسيا في كأس العالم، ولكن بسبب عدم تألقه مع كوينز بارك رينجرز في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى سجل هذا الموسم حتى الآن هدفين فقط وصنع 4 في 24 مباراة. أناس زروري الجناح الشاب لنادي بيرنلي لم يلعب سوى 5 مباريات هذا الموسم، وطرد في إحدى المباريات ولا يشارك مع الفريق الإنجليزي الذي صعد معه أناس إلى البريمير ليج. يحيى جبران قائد الوداد البيضاوي انخفض مستواه بشكل ملحوظ بتراجع مستوى الوداد البيضاوي محليا وإفريقيا هذا الموسم، ولن ينضم لقائمة الأسود الأطلس. بدر بانون المدافع صاحب 30 سنة لا يزال مع قطر القطري لكن مستواه انخفض بعد الشيء، لذلك لن ينضم إلى قائمة المنتخب الوطني. إيتش ديرا المهاجم السابق لنادي باري الإيطالي انتقل هذا الموسم إلى فريزونوني وأصبح حبيس الدكة البدلاء، لذلك لم ينضم إلى قائمة الأسود في أمم إفريقيا. زكريا أبو خلال المهاجم الشاب الذي يلعب لنادي تولوز يعاني من إصابة طويلة بالرغم من تسجيله 3 أهداف في 5 مباريات في مطلع الموسم الجاري، وغير معلوم متى يعود إلى الملاعب، لذلك لم يتم المنادة عليه. عبد الحميد الصابيري انتقل الجناح المغربي إلى الفيحاء السعودي وترك الدوري الإيطالي ولم يلعب هذا الموسم سوى 6 مباريات، سجل هدفا وحيدا وصنع هدفين. أشرف داري المدافع الشاب لا يشارك حاليا مع نادي بريس الفرنسي، لذلك لم ينضم إلى قائمة بطولة إفريقيا ودار في 4 مباريات فقط في الدوري الفرنسي. أحمد رضا التاكناوتي الحارس الثالث في كأس العالم للمنتخب انتقل إلى المغرب الرياضي الفاسي بعد أن ترك الوداد البيضاوي وانخفض مستواه ولا يشارك كثيرا هذا الموسم. جواد اليميق المدافع المغربي يلعب في فريق الوحدة السعودي، كان إحدى ركائز المنتخب المغربي في كأس العالم 2022، بالرغم من تقديم مستوى جيد مع الفريق الوحدة السعودي إلا أن فريقه لا يلعب على أعلى مستوى، وكون صديقه شادي رياض تألق مع ريال بيتيس حال دون استدعائه للمشاركة في كأس إفريقيا المقامة حاليا بالكوت ديفوار. عبد الرزاق حمد الله تفاجأ الجميع من عدم انضمام عبد الرزاق حمد الله نجم اتحاد جدة السعودي لسبب تسجيله 10 أهداف في 14 مباراة، لكن قد يكون سبب عدم استدعاء عبد الرزاق حمد الله هو تقدمه في السن ووصوله إلى 33 سنة. وفي الأخير أتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا المقامة بالكوت ديفوار، ولا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ودعوا لنا آراءكم في التعليقات فنحن نهتم بكل تعليقاتكم.